تحضيرات ماي كانت على عجالة وبسيطة لأنها كانت كافية لإبقاء المعتصمين في ساحة الاعتصام ومشاهدة مباراة منتخبنا الوطني أمام إيران. تشجيع بدأ قبيل موعد المواجهة بساعات، والجمهور الديواني وآزر مهما تكون النتيجة. الوضع إقليمي متشنج ما بين العراق ودولة إيران، إلى أن رسالة محبة، رسالة سلام ينقلوها الشباب بروح رياضية يشجعون منتخبهم بعيدا عن الكره والطائفة. مباراة مهمة للمنتخب العراقي وللجمهور الرياضي المتعطش للإثارة أيضا، مباراة سيكون فيها الفوز بطعم الشهد. شاشات عارضة نصبت وسط ساحة الاعتصام في الديوانية ليثبتوا بأنهم بلدا يعشق كرة القدم. تبدأ المباراة وتشتعل بسيطرة منتخب العراق لترتفع الأصوات والأهازيج بعد تسجيل ميمي للهدف الأول. هدوء ساد المكان بعد تسجيل إيران هدف التعادل. أجمل ما رصدناه هو تلك النساء الكبيرات السن بحضورهن وتشجيعهن للمنتخب. أشجع المنتخب، أشجع الفن، أشجع كل شيء بالفن، رسم، موسيقى، أشجع الحداقتي، أشجع كل شيء بالوطن، يخليه مزدهر أشجعه. مو جديد على العراقيات، لأن العراقيات هن الماجدات وهن الثوريات الوطنيات، ويحبن الوطن ويتمنى الفوز والنصر للعراق بكل أعماق قلوبهم. تشتد المواجهة والجمهور يغضب ويهدأ مع كل فرصة ضائعة لمنتخبنا الوطني. البشرى تأتي في أقدام علاء عباس بتسجيله هدف الفوز، لتشتعل شوارع الديوانية بالفرح وخروج الجماهير وهي ترفع العلم العراقي فرحة بهذا الفوز المستحق والمهم. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.